مكملين معكم بفقراتنا لليوم. وبفقرة اسأل حكيم رح نحكي أكثر عن جائحة كورونا يلي نعرف أنه غالبية الناس انصابوا فيها وعاشوا بحالة من الهلع والرعب، ولكن بعد سنتين من العذاب ارتاحوا وانشفوا من هاي الجائحة، إلا أنه اليوم عم ترجع جائحة كورونا من جديد. لحتى نعرف أكثر عن هاي الجائحة، عن مدى خطورتها عن العالم ومدى قوتها، رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع نقيبة المختبرات الطبية الدكتورة ميرنا حداد. أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم دكتورة. أهلا فيكي. أنا كثير مبسوطة أنه أنا معكم اليوم على إذاعتكم الجميلة اللي اكتشفتها، وإن شاء الله تصير من متابعينكم. شكرا كثير دكتورة، ونحن كمان مبسوطين بالأكثر لأنه لبيتي دعوتنا وكنتي اليوم معنا. دكتورة، مثل ما ذكرتوا سابقا أنه نحن رح نحكي عن جائحة كورونا، مثل ما نعرف أنه كلتنا العالم كله عاش بحالة من الرعب لما اجت هاي الجائحة، والأغلب انصاب وعاش أنه حس بخطورتها وبأعراضها. هل جائحة كورونا عادت هلا من جديد، وإيش هن إيش مدى خطورتها؟ نحن عشنا 3 سنين من الرعب، مظبوط، بس بدي صحح لك شغله انه ما عادت الكورونا، يعني ما رجعت لنا، بس هي ما غادرتنا لحد هلا، بعدها لم تغادرنا، انما هي بتشتغل على موجات، كل موجه بتجي بتكون مضره يمكن بشكل مختلف عن السابقه. يعني نحن هلا اليوم صرنا بموجه كورونا جديده، الناس بطلت تخاف منها مع انها شديده العدوى، يعني كل شخص بيلقط الكورونا بالمعدل بيقدر يعدي لحد 12-13 شخص حواليه. هيدي بسموها الار زيرو تبع كل فيروس. تمام. يعني هو الفيروس الموجود حاليا هو من الفيروسات الاكثر شيء بيعدو. ما فينا نحن نصمت من الكورونا، انما صرنا نعرف اكثر عن طريقه العلاج، صرنا نعرف انه هذا المتحور الجديد هو خطورته اقل. مع انه اليوم بدك تتفق انه بعد في ناس عم تفوت على المستشفيات وبعد في ناس عم بتموت، انما ما عندنا هالاعداد الهائله اللي كانت عندنا اياها اول ما بلشت الكورونا، مع اول سترين وصلنا كان في كثير مرضى، ومرضى ما نقدر نخلصهم من يعني من الموت. تغيرت المعطيات، صار في يمكن هلا اصابات اكثر، انما الخطوره قلت كثير. بدي الفت لك نظرك انه هلا بالصين في عندنا حوالي، يعني ما بتنقذ من الاعداد اللي رح نقولها، 250 مليون شخص مصاب من اول ديسمبر لليوم اصيب بالكورونا. يعني 18% من الشعب الصيني اصيب. مع هذا وكله قررت السلطات الصينية ترجع تفتح الحدود تبعها، ووقفت سياسة الزيرو كوفيد اللي كانت بتتبعها، معناتها انه تعمل كل يوم تيستينج لكل الاشخاص اللي بفوتوا على المعامل، لكل الاشخاص اللي بفوتوا على المستشفيات او المؤسسات المختلفة، كانوا مجبورين كل يوم يعملوا بي سي ار، والبي سي ار اللي كانوا يعملوها تضيرهم 48 ساعة. هيدا حتى يحدوا من انتشار الفيروس، انما هيدي السياسة باقت بالفشل، لانه ما كانوا مطعمين الشعب عندهم، يعني ما كان الاشخاص بيستي لم ياخذوا اللقاح الصحيح. هن كان عندهم لقاح حطوه على نزلوه على الاسواق، انما كان لقاح لم يحظى باي نجاح، كان فاشل، تنقولها بالمشابه رحمه ما بيقولوا، كان لقاح فاشل. صبح وقفوا التلقيح تبع الاشخاص عندهم، وفي عندك مليار ونص هلين اذا مش اكثر من الصينيين لم يتلقوا اي وقايه. لهالسبب اليوم عم بيصير في تفشي سريع عندهم، واحد. ثاني شيء بعد عندهم وفيات كثير، بيقولوا انه بالصين اليوم عم بيكونوا المستشفيات مكتظه، وفي كثير ناس مش عم يقدروا لا يستقبلوهم بالمستشفى، واكيد مش عم يقدروا يحطوهم بالعنايه الصحيه. يعني هن نوعا ما وصلوا ل هل يعني اول ستيب اللي كنا واصلين نحن باول كورونا، انما الفتك تبع هذا الفيروس الجديد ما له كثير قاسي، ما بيقتل الا الاشخاص اللي عندهم مثل
حساسية أو عندهم نوعا ما الحماية تبعه الوقاية يعني جسم المناعة تبعه منحط وغير قادر، أو بيسيب الكبار بالعمر، بيسيب الكبار بالعمر أو اللي عندهم أمراض مشتركة بيسيبهم وبيقتلهم. يعني في يكون فتاك بهيدي الفئات البشرية، إنما لأشخاص بكامل صحتهم أكيد بيقعدهم جمعة بالبيت، يمكن يصير في حرارة، يمكن يصير في سعال حاد، كل العوارض اللي نحن بنعرفها وتعلمناها عن كورونا بتصيبهم، إنما ما في خطر على الحياة. تمام. اليوم نحن محظوظين ببلادنا، محظوظين يعني بالمناطق عندنا صار في لقاح كثير تجاوبت الناس معه، عندنا لقاح مميز وزع على كل أفراد الشعب، لقاح مميز، أخذوا أول جرعة، أخذوا ثاني جرعة، أخذوا ثالثة ورابع جرعة كمان. والفكرة هو إنه اللقاح اليوم ما بيمنعنا من إنه نرجع نلتقط الجرثومة عن جديد، ما بيمنعنا إنه نلتقط الفيروس، إنما عوارض الفيروس رح تكون جدا مخففة. ما بقى نعمل كل المصايب اللي كانت تطرق علينا مع أول فيروس، أو اللي كانتها بتصيب مع الأشخاص اللي لم يلقحوا. اليوم شخص رفض اللقاح بده ينصاب وبده يكون عم بيعاني من الفيروس الجديد، يعني من المتحور الأخير اللي عم يوصلنا. إنما الأشخاص اللي أخذين اللقاح بيصلون بينصابوا، إنما بتكون العوارض عندهم جد محمولة. تمام دكتورة، مثل ما ذكرتي إنه الكورونا هي ما غابت، وبكل مرة عم يكون الفيروس مختلف عن الفيروس الآخر يلي راح، هلا إيش هو الفيروس الجديد وإيش هي علاقة الصين فيه؟ هلا العلاقة الجديدة هو إنه بلش يبين بالصين أكثر شيء، بلش يبين بالصين وامتد على أستراليا وامتد على بعض المناطق اللي كانت نسبة الوقاح فيها خفيفة. نحن بنقول هلا إنه أكثر شيء موجود بالصين، لأنه بالصين مثل ما قلنا الأشخاص غير ملقحين، الشعب غير ملقح، لم يتلقى الوقاية اللازمة، عم ينتشر بشكل سريع جدا ومش عم بيقدروا يوقفوا. اليوم في كتير بلدان مثلا قررت إنه ما تسمح للصينيين تفوتوا لعندها على بلدها قبل ما يعملوا فحص كورونا، قبل ركوب الطائرة وعلى عند الوصول الشخص على البلد الرايح عليه. إنما نحن شفنا إنه هيدي السياسة باءت بالفشل، يعني منا كتير فعالة حتى تمنع انتشار الفيروس. الفيروس بكفي إنه شخص أو اثنين يكونوا عاملينه ويكونوا مرقوا من خلال ثقوب الغربال حتى ينتشر المرض. مثل ما قلنا يعني اليوم سرعة العدوى مع هذا المتحور الجديد سريعة لدرجة إنه ما فينا نوقفه إذا وصل لعنا، حتى من خلال شخص أو اثنين. إذن في كتير ناس هلأ عم يعملوا وقاية، كتير بلدان عم يعملوا وقاية عند وصول المسافرين من الصين. بالصين رفعوا الحظر، يعني بالصين كانوا مثل ما قلت لك يعملوا كل يوم تيستينج، كمان هيدي السياسة وقفها ورجعوا فتحوا كليا الاقتصاد وسمحوا للصينيين إنه يسافروا من بعد ما كانوا زابينهم على مدة سنتين ممنوعين عن السفر. يعني نحن ما كنا نشوف زوار من الصين ترتاد بلداننا، بس كان في حظر عليهم مش بس من البلدان المستقبلة، كمان من بلدهم هني اللي هو الصين. يعني بالصين كانوا عندهم سياسة كتير صارمة وكتير قاسية كرمال الكورونا. هلا نحن شو بدنا فيهم؟ الله يكون معهم ويساعدهم. شو بدنا نعمل؟ نحن هون بدنا نضل متبعين كل سبل الوقاية. صحيح هلا ما بقى عنا إجبار نلبس ماسك ونلبس كفوف، بس بدنا نضلنا نبعد عن الأشخاص المصابين. يعني هلا بتتأنت بالشخص بيقول لك هي معلش شيء مرشح او عامل جريب، شو بعرفك انت شو الجريب اللي عامله؟ لا، بدنا نبعد عنه، مش ضروري يعني هو يتمشى بيناتنا من دون ما يكون لبس كمامه، بنطلب منه انه يلبس كمامه
ونحن بنضلنا نجرب على 4 أيام ما أقله، نبتعد عنه حتى ما يصيبنا ونحن نصيب غيرنا والأشخاص الأعزاء على قلبنا الكبار بالعمر اللي نحن عايشين معهم ببيوتنا. إذا الوقاية ما فينا نستغني عنها، وغسيل اليدين بشكل متكرر خلال النهار هيدا الشيء كتير مهم، لازم نحن نحترم هالإرشادات هيدا. إذا لبس الكمامة عند الأشخاص اللي عم بيعكسوا اللي مرشحين، يعني مش بس مرشحين بيكون نحن ما بنعرف شلون، ونوعا ما نحن نضلنا نغسل الإيدين. هلا ما في ضرورة نغسل السطوح مثل ما كنا نعمل، ونرش رش غراضنا جايبينه من السوبر ماركت نرشهم وجبان ونمسحهم وجبان، لا. هلا تبين لنا إنه هالفيروس ما راح يكون متواجد على السطوح، يعني إنه بطلت هذه الإجراءات ضرورية للحياة. وإنما الوقاية هي أهم شيء نحن نعمله. هلا في عنا موجة إنفلونزا اجت الوقت هي والكورونا مع رجوع الكورونا، وفي أشخاص كتار مصابين. وبدي كمان أقولك إنه أقولك كتار يعني معناتها إنه عن جد عددين متعددين، لسبب بسيط إنه في كتير ناس بطلت تعمل فحوصات كورونا. يعني إذا امبارح كان في 200 شخص أعلن عنهم، يعني المختبرات اللي عملتهم فحص البي سي آر أعلنت إنه مصابين، إنما تنسى إنه في ناس ما راحوا عملوا الفحص، في عندك ناس ما بقى عبرتوا للكورونا حتى تروح تعمل الفحص مع إنه هذا غلط، وفي ناس عملت الرابيد تيست. هل بيعملوا الرابيد تيست بالصيدليات أو عندهم بالبيوت يعني بالهوم تيست، ولا ما حدا بيعرف فيه ولا حدا بيقدر يقدر إذا كانوا بوزيتيف أو نيجاتيف، مش رح يجوا يخبروا على السطوح إنه هن. في كتير ناس يعني بيعرفوا حالهم بوزيتيف بس مع هذا كله بيظهروا بيطلعوا بيروحوا بيسهروا بيفوتوا على الأماكن المغلقة من دون ما يحترموا يعني صحة غيرهم، وهذا شيء مؤسف جدا. يعني بقى له السبب، إحنا إذا شخص كبير بالعمر أو شخص مريض راح على أماكن مغلقة ومكتظة، أنا بنصح إنه يحطوا الكمامة، يرجعوا يحطوا الكمامة. يعني برهن الوقاية خير من دار علاج. تماماً. دكتورة، ذكرتي كمان من خلال حديثك عن الإنفلونزا، ونحن كمان بالفترة الأخيرة كنا نسمع أنه أي شخص مصاب معناته هاي إنفلونزا، أو مثلا كان عملوا وقاية أنه فلان شيء أو فلان غرض هو مضروة أو لازم نبعد عنه بشان ننحمى من الإنفلونزا اللي انتشرت. تقدر تخبرينا عن الفرق بين الإنفلونزا والكورونا؟ اوكي، الانفلونزا والكورونا يعني هن فيروسات مختلفة، انما في عندهم عوارض مشتركة، وفي عندهم يعني طرق الانتقال تبعهم هو ذات الشيء بواسطة الرذاذ، بيعطس واحد او حدا بيكون عم بيزيد الغرفة بس عم يحكي، انما نحن عم نحكي من 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 نخرج من انفنا من ترمنا من نخرج بعد الرذاذ، نحن ما بنشوفهم بالعين المجردة، بس هو كل قطرة رذاذ فيها ملايين الفيروسات. الفيروس يعني بدك تعتبري انه مليون مرة اصغر من اصغر حجم انت فيك تشوفيه بالعين المجردة. اذا كان في عندك نقطة صغيرة قد ما فيك تتصور تكون صغيرة، هذه يكون فيها ملايين الفيروسات، والفيروس بيفوت على الخلية، يعني بيخط الفيروس على خلية مثلا بالجيوب الأنفية، وبيبلش يتكاثر بشكل سريع جدا، وكل فيروس بيتكاثر بأول خلية وبصير في عدة فيروسات، يعني كأنك تقولي بصير ينبت وبتسقع الخلية، بصير يظهروا من كل خلية جرى التكاثر للفيروسات فيها، بيظهروا منا الفيروسات الجديدة، بيروحوا كل واحد بفوت على خلية جديدة وبيخرج من تحت إيده الخلية الجديدة كذا فيروس جديد، وإلى ما أخره. يعني كمية تكاثر الفيروسات بجسمنا كتير سريع،
وبأعداد هائلة. إذا نحن كثير وقت يكون حدا عنده حامل فيروس بيصير بشكل مرضي جدا بشكل سريع، وأول أربع أيام هن الأكثر شيء بيكون الشخص بيعقل قبل بنهار وبعد أربع أيام من وراء بيصير خطر العدوى أقل بكثير. هلا نحن بنعرف إنه إذا عطسنا بننشر حوالينا على مسافة كثير بعيدة يعني الفيروس، إنما كمان نحن وعم نحكي نحن وعم إذا صرخنا علينا صوتنا، كل ما نعلي صوتنا كل ما يظهر من جسمنا إذا كنا مصابين فيروس. لهالسبب بدنا نضلنا الإحسين الكمامة إذا حسينا حالنا مصابين، حتى نحترم صحة غيرنا ونقول إنه للعايشين نحن معهم حقيقة we care، نحن مهتم لأمرهم، نحن بتهمنا صحتهم. أكيد أكيد دكتورة. مثل ما نعرف كمان وذكرنا بحديثنا أنه أثناء الكورونا بعض الأشخاص أخذوا اللقاح وكان على جرعات مختلفة، والبعض الآخر وخاصة المسافرين كانوا عم يعملوا اختبار الـ PCR بشان يعرفوا إذا هن مصابين بالكورونا أم لا. الأشخاص يلي ما تلقحوا يلي ما أخذوا هدول الجرع، هل هن شكلوا خطر لانتشار الفيروس أسرع أم لا؟ في عندك شغلة بسموها يعني مناعة القطيع. كل ما يكون عندك يعني بالشعب عدد يعني نسبة مئوية أكبر من الملقحين، كل ما يصير الفيروس أصعب له إنه يعدي عدد كبير. كل من واجبهم هو الأشخاص اللي لم يأخذوا اللقاح، كل من واجبهم الإنسان وجبهم المعنوي إنه يخطوه حتى يمنعوا انتشار الفيروس، وإلا يظلوا منزويين ببيوتهم يسكروا على حالهم. نحن شفنا شو صار بالأماكن اللي لم تكن الأشخاص ملقحة، مثل مثلا أول ما بلشت الجائحة عند دار العجزة، دور العجزة يفوت واحد من الـ يعني بيعطوا العلاج مثلا نيرس او حدا ويعد الكل، وصار في محل بفرنسا مات 80% من سكان دار العجزة هاللي انصابوا فيه الاشخاص، 80% ماتوا. يعني هيدا ارقام مرعبة، وهيدا بيفرجينا دور كل واحد يا اخي انت ما بدك تتلقح بس انت مجبور تتلقح، بس انت وقت بتاخذ اللقاح مش كل مالك انت كرمال غيرك، انت واجبك الوطني واجبك الانساني انه تاخذ اللقاح، والا ضلك منزوي ببيتك وما تخالص. لا قلت الحظ، ضل في اشخاص عم بيسافروا ويروحوا ويجوا مش اخذين اللقاح، في ناس عملوا تزوير للقاحاتهم حتى يضلوا يقدروا يسافروا. هيدي من قله الاخلاق الموجوده، هيدي بكل بلدان العالم صارت. يعني في عندك الانتي باكس يعني موجودين بكل بلدان العالم. بأوروبا مثلا منعوا من ممارسة مهنة النيرسينج مثلا، كل شخص لم يتلقح منعوه يعني يشتغل كنيرس أو يفوت على دور حضانة أو على دور عجزة أو على حياة المستشفى، وظلوا لحد فترة قصيرة من هلا ممنوع عليهم دخول المستشفيات والعودة إلى عملهم. وفي ناس كانوا هالقد مصرين على عدم أخذ اللقاح قد ما صار في إشاعات حول اللقاح، وهي إشاعات كاذبة يعني أكيد بأكد لك إياها، ما بدهم ياخذوا اللقاح ما أخذوه، ضروا حالهم وضروا مجتمعهم. مظبوط اليوم نحن بنعرف إنه اللقاح بالرغم عن هاللي كله كل ما قيل عن اللقاح، واحد يخبرك إنه جيتس حاطت مايكرو تشيبس باللقاح، يعني قصص من نسج الخيال. يعني حقيقه ما معقول يكون في ذره شو اسمه معرفه ويتقبل هيك قصص، وناس ثانيين بيقولوا انه عم بيعملوا هيدي اللقاحات حتى يقتلوا العالم. يعني بتعرفي سمعتي ولا ما كلنا نحن سمعنا هالقصص اللي طلعت عن الفاكسين، انما في
بالعالم يعني عندنا علماء، علماء صحة، أطباء، سيرشرز يعني هاللي بيعملوا أبحاث، وكلهم يعني كانوا مجمعين على جودة اللقاح، مجمعين على الافشنسي تبعه، قديش هو مفيد، قديش هو بيحمينا، حتى ما يجي واحد أمي يتفلسف ويقول بيل جيتس حاطط مايكروتشيب باللقاح حتى يصير يخوف الناس من أنه ياخذوا اللقاح. لا، اللقاح برأيي هو كان واجب وطني، تمام، واجب اجتماعي، واجب إنساني. هاللي ما أخذه غلط بحق حاله وبحق غيره. تمام. وهلا مثلا يخبروكي عن التداعيات، تداعيات اللقاح، بيقولوا لك انه في ناس عملوا جلطات اثر تلقي اللقاح. صحيح. او ناس صار عفوا ايه انه عم بقولكي انه ايه صح، احيانا قالوا باخر فتره انه الاشخاص اللي اخذوا اللقاح انصابوا جلطه او انصابوا مرض اخر، انه نحن كمان سمعنا بهالحكي. مزبوط. هلا هن في كثير ناس بدك تعرف، هلا اليوم نحن اليوم بعدنا ما بنقدر نعرف بشكل قاطع شو صار، حتى تقدر تقولي انه اللقاح عطى جلطات، هيك بدك تشتغلي على عدد كثير كبير من الاشخاص اللي اخذوا لقاح وصار معهم عوارض سنويه، وهيدي دراسات تشمل يمكن 100,000 200,000 شخص حتى تقدر تطلعي داتا مقنعة من هيدا هيدي الدراسة. ما فينا نقول أنا يي أنا ما بدي أخذ لقاح بس ابن الجيران أخذ اللقاح عمل جلطة. شو بعرفنا نحن إذا ابن الجيران عمل جلطة كان لازم يعملها هو من منه لحاله ومن زمان وما دخل اللقاح بالموضوع. لا مزبوط، إنما طلع بعد الدراسات المتواضعة يعني مش كتير كبيرة، كانت عم تقول إنه يمكن يكون في لينك بين اللقاح وبعد العوارض السنوية. ما في دواء، ما في دواء، ما في ما في لقاح من هاللي كلها اللي بناخذهم إلا ما عنده عوارض وآثار جانبية. يعني هاي من ال كيف بيقولوا من التداعيات اللي نحن بدنا نتقبلها. يعني بدك تشوف قديش في positive side، قديش الأشياء إيجابية من جهة، وقديش نسبة السلبيات من جهة تانية، بتعمل ميزان. يعني ما في شيء بيرفكت، ما في شيء كامل، دائما بيكون في عنا ما يقال عن بعض الأمور، وهيدي يمكن الأمور اللي كانت متعلقة باللقاح. بس بعدنا بذكرك لحد اليوم بعدنا ما في عنا دراسات نهائية بتبرهنك 100% إنه عن هالسبب من بعد اللقاح. إنما بقدر لك إنه هذه الجلطات نحن كلنا سمعنا فيها، بس مش أكثر من هيك. يعني ما وصلت لدرجة إنه WHO مثلاً منعت استعمال اللقاح أو سحبته من السوق. دكتورة، إذا بدنا نحكي هلأ، هل في حالات كورونا جديدة عم تسير بلبنان أم لا؟ إيه أكيد. ما هلأ فسرت لك إياه إنه امبارح وزارة الصحة أعلنت 200 إصابة وطلعوا PCR positive. بس هلا عم بحكي إنه مقابل هال 200 في عندك يمكن 2000 أو 3000 أو 4000 مصاب. أولا الناس بطلت تعمل فحوصات PCR لسبب عدم خوفها بقى من الكورونا، واحد. ثانيا ما إنه قللوا للناس إنه في موجة إنفلونزا، صاروا يقولوا هيدي إنفلونزا، والإنفلونزا كل عمرنا نحن تأقلمين مع فيروس الإنفلونزا. إذا ما في ليه الأشخاص اللي إجوا عملوا فحص للإنفلونزا مع أنه متوفر جينا عليك كتير إنفلونزا بوزيتيف؟ يعني أنا بالمختبر تبعي كان يجينا 10 بالنهار إنفلونزا بوزيتيف، واليوم بقدر أقول لك أنه مثلا برح تلالي 9 بوزيتيف كورونا. لا، في كتير كورونا، في كورونا، إنما المختبرات بالوقت الحاضر بطلت تتصرح مثل ما كنت تتصرح من قبل، قليلين المختبرات اللي بعدها بتلتزم بالتصريح لوزارة الصحة من جهة. من جهة تانية ناس عم تعمل أوتو تيست، يعني عم تعمل يا الفحص بمنزلة وما بتصرح شيء، أو بتعملهم بالصيدليات ما في تصريح. إنما لا، إذا تم التصريح عن 200 حالة
بالوضع اللي نحن فيه، يعني فيك تقولي على الأكيد على الأكيد إنه في 2000 حالة بوزيتيف لا شك بالبلد. وإذا وأنا بنصحك إذا شفت حدا مرشح بعيني عنه. تمام. دكتورة كمان إذا تنحكي على نتيجة الربي تيست، نقدر نعتمد على هاي النتيجة أم لا؟ الربي تيست هلا بآخر طبخات الربي تيست من أول ما بلش الربي تيست كانت صحة النتائج فيه قليلة، يعني غير مرتية، إنما هلأ صار فيه كتير تحسين لنوعية الرابيد تيست اللي متوجدين على الأرض. ونحن كلجنة وزارية كنا وقت بلشنا نستورد الرابيد تيست نهتم إنه ما نسمح بدخول إلا الأفضل من أفضل نوعية من الرابيد تيست على البلد، حتى نكون أكيدين إنه اللي عم بيعمل فحص وطلع بوزيتيف مظبوط بوزيتيف هذا الشيء طبيعي. إنما كان الاهتمام أكثر شيء تنشوف قديش نحن عم يطلع لنا فولس نيجاتيف، يعني نيجاتيف خاطئ يكون واحد مصاب، إنما حساسية الفحص الأوتو تيست أو الأنتيجين تيست ما كانت بحساسية كافية حتى تكشف الحالات اللي بعدها مبلش شيء. صار في تحسين هلا. أنا بنصح الأشخاص اللي مثلا بلشين عوارض أول فحص أنتيجين رابيد تيست طلع نيجاتيف ينطروا نهار يرجعوا يعيدوا مرة تانية حتى يكونوا أكيدين من النتيجة. حس أوقات بيكون كمية الأنتيجين هلا عم بيفرزها الجسم بأول نهار ما كافية حتى يصير الفحص إيجابي على الحال، كان ننطرنا 24 ساعة حتى يصير في كمية فيروسات أكبر نعمل ساعتها الفحص ونكون أكيدين أكثر من النتيجة. تمام. دكتورة بكلمة أخيرة إيش تحبي تقولي لك كل حدا عم يسمعنا وعم يشوفنا عبر قناتنا سوبورو تي في ولكل مصاب بفيروس؟ أنا كل واحد مصاب بالفيروس بقول له الله يقويك والله يشفيك بسرعة. صحيح أنه العوارض كتير مزعجة، أنا ضليتني كل الكورونا فترة الكورونا لم أصاب إلا أصبت شي شهرين يعني هيك وبالغلط أصبت من حدا معي بالبيت كان هو لقيت. يعني كنا نحن ناخذ وقايتنا ماكسيموم ما نصبنا اول شيء وقت بلشنا شوي نتنفس وصرنا مرتاحين على وضعنا مثل ما بيقولوا فتك فينا الفيروس. كانت العوارض كثير ثقيله يعني انه حراره ووجع وهيك يعني ما عوفني بشيء الفيروس لسبب يعني مش ضروري لكل الناس اللي ما تصابت بعد مش ضروري ترجع تنصاب، خليكم اخذين حذركم. وبدي كمان أذكركم العوارض اللي تجي عند الأشخاص الملقحين هي أقل قساوة من عند الأشخاص الغير ملقحين. يعني اليوم الفاكسين ما بيمنع اللقاح ما بيمنعنا إنه نلقط الكورونا، إنما بيعمل شغل منيح وإنه بيخفف من وطئة العوارض علينا. إذا الوقاية ثم الوقاية، ونحن بمختبراتنا نعطيكم حتى نساعدكم بكل شيء يلزم وكان بخصوص الكورونا أو حتى نرجع نضلنا نتابع أمور صحية معكم. أوكي. وأنا بشرفكم استضفتيني معكم على هالإذاعة الحلوة وإن شاء الله رحنا لنا لقاءات تانية الله. شكرا كثير لك دكتورة، وأكيد نحن كمان نتمنى الشفاء العاجل لكل مصاب. وأتشكرك مرة تانية لأنه كنتي اليوم معنا ولبيتي دعوتنا، وأكيد رح نكون بلقاءات تانية مع بعض. لحتى اليوم عرفتينا عن موضوع كتير مهم عن جائحة الكورونا يلي الغالبية نصاب فيها وشلون لازم نحن ننتبه منها وكيفية الوقاية منها. شكرا كثير لك دكتورة. شكرا. باي. شكرا.